ليك يا ست الكل، هاي البضاعة موجودة بكل المحلات، بس هون تفرق. تتعرف يا طوني، أنا ما أشتري أغراض إلا من عندكم. مشان هيك بدي أخدم خدمة العمر. هذا الفينيشنج تبعها ما بتلاقيه بكل المحلات، والكواليتي 100%. صحيح غالي، بس الغالي للغالي. ولا شو رأيك أستاذ غافان؟ خارط أنت، رأيه هي المهم. بيقول الشاعر الأمير خالد الفيصل، الزين غالي والأزين أغلى، والكل شراين بضاعة وسوقي. الله عليك، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طوني. عند الأستاذ. انت وين تجيب هالرمسة؟ خبرني. الرمسة هي اللي بتمشي الشغل يا غافان. بس هذا كذب يا حبيبي يا كفيلي، هاي مو كذب، هذا اسمه تسويق، هاي أصول التجارة. لا هاي ما بتجارة، هذه عيارة. خليني خبرك خبرية، إذا قلت لها هاي البضاعة رخيصة بدها تشك بالكواليتي وتقول ما بدي إياها، وما عاد تيجي لهون مرة تانية ولا تبعت أصحابها يشتروا منها. بعدين انتو ناس مهووسين بالغالي. يعني البنت خقاقة وانت معترف انك كذاب ونصاب. انا خلاص رح جن، انا كل همي اني ريحك واكون زباين دايمين للمحل. شو بدك يعني اعمل اكتر حتى ترتاح؟ شوف، لا تكذب ولا تنصب، انا ما احب لا الكذاب ولا النصاب. ما بعرف سوء الحظ اللي رماني على هيك كفيل. دخلك؟ انا بدي افهم ليش قاعد بالمحل؟ أنا بعرف تجار مواطنين كتار قاعدين ببيوتهم، وأنت واجع راسك معاي. هي حتى ما تلعب بذيلك، أنا عارف سوالفكم زين. والله ما بلعب بديلي، لكن بدي إياك ترتاح وأنا آخذ راحتي. عود ببيتك وخليني أعرف أشتغل. يا طوني لا تعب عمرك ويا هالريال، نسيبي وأعرف زين. كملت. هلا صديقي حمرور. هلا. خشمك. راعين. هلا هلا. ولفوا الكذابين. اقول نسيب، انت جاي بسيارتك؟ يا من الصبح يا طوني انا. الله اكبر، من الصبح يا لسهني، حرام عليك. طوف طوف بوي، خل اوديك تتغدى. طوف، خلي الرجال يشوف شغله شبابك. انت قول ابغى غدا وبتغدى وياك. هي بتغدى وياك، شو المشكله؟ ترى بيت اختي وانت نسيبي، بارك الله فيك، وانت راعي الطيب وراعي الكرم والجود. يا طوني أنا ما أحب أنك تكذب على الزباين، لأني ما أحب فلوس حرام، تسمع؟ إن شاء الله، بس يا كفيلي حبيت أذكرك بالمعرض بكرة، ما تنسى؟ إن شاء الله. يلا غدا 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 غدا، يلا. يا غفار، خف على الرجال، بارك الله فيك، خف. ياين ياين ياين. شو بدي أعمل؟ والله زهقت، ما بيرضى. حاولت معه يعمل لي تنازل ما رضي، عامل لي فيها تاجر وشريف، هو ما بيفهم شي بالتجارة. خلص بدي فل من هالمجنون، بس بالأول بدي لاقي حدا يكفلني. ماشي، مع السلامة. يا غفان، هذا إذا ما سويت شي وما رمس جديد تراك أنت ما بتبيع شي. الله يهديك. ودروا أنتوا عنكم هالرمسة، ويلا قربوا تغدوا، لاحقين على الشغل ما يخلص. ما شاء الله ما شاء الله، اختي مسوي مالح. ايه مسوي مالح، ما ادري انت عشاء الحين، ما كانك موصلنا. يلا يلا، هذا يقول كدي يا غزاله وكل يا سباله. مو سباله، ترى الحين بزعل وبودر الغداء. لا 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 لا، كله لا زعلك. يلا بسم الله بسم الله. يلا بعدين شيء. هي هي سبلي سبلي. Thank you.
لا لا طال عطوني ما كان كفيل يشتغل عندي يا ليش والناس دور ما داير وانا صاحب التجارة بحال نسوي لي سالفة زي بس عاد بس يا غفان تراك ذبحت العوزت يا ريال اشتبابي بس خلاص خلاص أيتها السيدات والسادة نفتتح أعمال المعرض الاقتصادي العالمي الثاني بحضور نخبة من التجار الإماراتيين والخليجيين وكذلك تجار من الدول الصديقة تتفضل الآنسة مهرة المهتمة بشؤون التجارة بإلقاء كلمتها نيابة عن التجار ما شاء الله عليها مواطنة كناوي مواطنة ايه باين من البرقع ترى الحين حد من العيال يزفرن البرقع ما يلبسن هي ما شاء الله مبرقعة حشيم حشيبي أيها الأخوة والأخوات يعد هذا التجمع التجاري من أهم التجمعات من حيث استقطاب العدد الأكبر من التجار الإماراتيين والدول الشقيقة والصديقة شو هالكذبة كنا 34 وين بعد التجار المواطنين بس عاد يا غافان الله يهديك تراك تجاوزت الخط الأحمر بس سكت فليتفضل طوني نخلة بالتحدث عن إنجازات مجموعة شركات غافان مساء الخير بدي أتكلم بشيء من الاختصار عن مجموعة شركاتنا غافان التجارية العالمية أولاً أنت كذاب وين إحنا عندنا مجموعة غافان التجارية العالمية؟ عفواً شو عفواً وعفواً؟ رأس مانا تكاكين نبيع في عطورات وكسسوارات مال حريم هذا كذاب دكان يسوى مجموعة غافان ولا من اشتغلت فيه كله خسران شو اللي سويته يا غافان؟ أحرجتني وأحرجت نفسك أحرجتك هي لكن أحرجت نفسي لا والله منو قال لك تكذب؟ وين أنت مجموعة غافان؟ طيب هاي الشعرة اللي قسمت ظهر البعير ما عاد بدي اشتغل معك ولا عاد بدي دير هالمحل النحس زين الله يحفظك شو المطلوب الحين؟ المطلوب؟ تتنازل لي أنا ما أحب أقطع رزق حد ولا أنت تستاهل حرمان وبصمة عين يكون مرة ثانية تتأدب ولا تكذب كتر خيرك أيمت رح تعمل لي تنازل باكر هات لي واحد يكفلك ودلف الله يرزقك من واسع دعي لي يا غفان يعلم بين الدامع والسامع شو هاي؟ هاي دعوة زينة سكر المحل وعطني المفاتيح يا غفان خاطري تسمع رمستي لو في الدهر مرة شلك في شغلة العطور وسوالف الحريم يا أخي فك عمرك من هالطوني ومشاكله اشتغل في شيء تعرفه الصدقين موزة غلطان اللي ما يشاور حرمته وغلطان اللي يقول شاورها وعصاها زين يوم تدري انت ريال عندك عيال وبينفعونك سير اشتغل لك شغلة احسن من هاي وشلك في الشطة وين حد العيال ترى واحد في أمريكا والثاني في كندا والبنت معرسة ما حتى غير أنا وانت كل واحد يطالع الثاني إيه أثرني اللي فتحت على عمر يا باب وأنا في غنى عنه أقول لك قوم سير حط راسك ورقد أبرك لك وباكر تكنسله يعني تكنسله إن شاء الله أمرك مطاح موز تفاح أقول النسيب شو السالفة كراتين فواكه؟ ايش حق هالكثر؟ أنا بقول لك الله يسلمك ونغير النشاط. أوف إيه شلنا في مشاكل حريم. الحين سلمك الله العراس. الفواكه يبغون وقهوة ولا الذبايح للتحيد الأولية. خلاص ودروها. ما شاء الله عليك يا نسيم ترك مو بهين ساعات عندك أفكار جهنمية صراحة. أخوي كل شيء الحمد لله موجود عندنا. ايش حقنا نتسل على الأجانب؟ نحن أصحاب الشغلة هذه. زين. تفضلين اقولك مواطن يبيع هني نمشي اوه اقولك صوري انستغرام اوكي صبري يا
يلا نمشي. شفت شفت قلنا لك قلنا لك انا قلت لك طوني قال لك لكن انت ما صدقت. اهلين كفيل السابق. اذا طريت هذاك ذهب للعصر. خذ وقع. منو كفيلك؟ شخص طيب والناس هون كلها خير وبركه. ايه خير وبركه بس هذا الشخص ما له اسم. يا ربي يا غفان انت بتناسبه تسال عن كل شيء يا اخي وقع له خلاص. هي صدق انا شي خصني. يلا توكل. اعلن بين السامع والدامع. شو هذه دعوه زينه كلها ادعيه ساعات على الناس اللي احبهم. حمرور بس انت الوحيد اللي تستاهل ادعي له من كل قلبي. عساها بين السامع والدامع. اسمع انت ابويا انت مثل كديش ترد اللي يقولونه بين السامع والدامع. هاي طلقه تدش مني وتطلع مني وانت بعد شعقه يا ريال الله يهديك. ان شاء الله ولا يهمك. ابشر كل اللي طلبته موجود. اي نعم مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سري. ما شاء الله ما شاء الله المحل مالك هذا؟ هي نعم. يعني ناجح الشغل في هذا المحل؟ الحمد لله. يعني تربحون. انا الله سلمك قلت حق حمرور بس ما صدقني. يا اخوي اقدر اخدمك بشيء؟ انا الله سلمك عندي محل كذا مثلك وروحي اديره. تدري ما ابغي هذه الزنابع مثل ما تقول يقصون علي. طيب الله يسلمك. عاده انتم تاخذون سلال مال فواكه وقهوه مال المعاريس مثل ما يقولون زين من عند المتعهدين. عاد انا ابغى تساعدني. شو تاخذون عندي سلال الفواكه؟ ان شاء الله فاك. طيب هات لي نموذج منها. انا عرفت انكم تبغون نموذج وانا مسوي لكم نموذج من كل الفواكه في السياره بس اللي يبغي. تعال 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 تعال. أربابك متى بيجي؟ أرباب متى بيجي؟ بابا أنا أسأل. بابا ما أنا أسأل. أنت غشيم؟ أنت غشيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبيك النسيب. حسبيك النسيب. لا لا تجارتك تجارتك ماشي نجحت. تجارتك ماشي نجحت. السلام عليكم. السلام عليكم. مستانسين. شو عليك تضحك ضحكني وياك. هل هل بيبي متو هذا اللي ابنه. افا تريال مسلم تضحك على هذا ما تخاف الله. شو عليه يضحك؟ شو عليه هذا؟ هذا شو عليه يضحك؟ اوه شو عليه ده؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. انت دعمه. انت دعمه. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اقول لك نسيت. انت وين جبت هذا؟ وين القطه؟ انت وين جبت هذا؟ انت وين جبت؟ وين القطه هذا؟ انت وين القطه؟ اشتغل يمك انت. شفته في العزبه. شفته في العزبه تبيبه عندي هنا لين اخلص شوي اموري بالمحل ترى طلع الدعمه. ترى لا دعمه. انت مجنون انت عاقل الله يهديك. بيخالفونك بيغرمونك. انت ايش دراك هذا شو مسوي؟ يا متسلل ولا شارد من كفيله؟ عاد انا قلت الله سلمك بخلي كذا كم من يوم عندي لين شويه اضبط المحل وعقب افتك منه. ها يعني المشروع الجديد نجح. انا الله سلمك وديت لسلم متروس مال الفواكه زين ووعدني الريال امر عليه المغرب. هي اليوم بتتغدى عندي. خلاص ما دام عزمتني ما بردك يا نسي. اليوم حد يشتري؟ اليوم هذا يشتري؟ حد يشتري هنا في الدكان؟ حد يشتري شيء؟ هذا يشتري شيء؟ دكان شيء؟ عطني المفاتيح. عطني مفاتيح؟ عطني المفاتيح. عطني تشابي. تشابي عطني.
وين لقطنا هذا؟ أنا فنشته. يلا صرها. فعز فنشك. فنش. الله فنشك. فنش. أنت شو يبنك هنا؟ شو دخلك؟ إيه قلت ما تطالعني الحين. تكبرت علينا. شو حوالك؟ طيب حالك أبويا؟ يا هلا ومسهلة يا هلا ومسهلة. سمحوا لي عاد تأخرت عليكم. بس عن إذنكم شوي. بسم الله. أقول لك شفت يا السلم الجهة الرجال؟ هذه أنا يا ابنها. أي وهذه أظنيها أنتنا هذه أبدانا مبرقع خلقاقة بعد. أنت شو يا ابنك هنا؟ خلاص أنا اخترت حارف السلة. وضع من 90 حق الخميس الجاي والسعر ما بنختلف عليه. شو اخترت هذه؟ راسي موز وتفاحة والعنب هذا معلق وهذا النص الموز مربط كذا الباقي كله قرطاس تحت. يا اخوي انا خلاص اخترت. مشكور يا اخي سيف وان شاء الله الخميس الجاي بيكون طلبك جاهز بالكمية اللي انت اخترتها. مشكور ما قصرت. جزاك الله بخير. ايش حالك الحيلة؟ طيب حالي ظهر طواني وظهرت مبرقع وياه. أظني كافلتنه. أنا اللي قاهرني إنه قاصين عليه. سلة كم من تفاحة وموز وبرتقالة وفي عنب كم وحدة من دلدلات وحدة منه وحدة منه والباقي كل قراطي استحت بخمسمية. وأنا عندي سلة متروسة هالكبر كلها فواكه. الله يهديك يا النسي. قلنا لك ألف مرة أنت شلك في صدعة الرأس هذه. أبوي هذه لناس مرتبين أمورهم يعرفون كيف يشتغلون. أنت الله يهديك وش لك في تجارة التفاح والبرتقال؟ من 40 سنة وأنا من خدتك وأنت التاجر في هالمشاريع وعمرك ما طلت من هالشيء. والله صدقت يا أختي صدق. عاد أنت تدري الناس شو مسمينك؟ لا تزعل عاد مسمينك غافان مشاريع. اشرع علي انا يوم جالس اسولف وياك انت واختك. باكر بسوي لي مشروع جديد. والله ما تقوم مسويت لك هذيك الصالونه على كيف كيفك صالون الدياي على حطب سمر. ما سويتي على الغاز؟ اقول لك على حطب سمر الحين بقوم اسير اجيب لك اياها. يعني لو مسويت لنا على غاز ما بتاكله. الطبخ يوم يكون على حطب سمر احلى. اخي لو تميت زعلان وايد احسن. لقيت المشروع الجديد. كفيله حبيبي السابق غافان. مرحبا تاجر الغبرة. شوفي يا ست مارا هالإنسان أدين لبكل شيء. هو أول من جابني على الإمارات وعلمني مبادئ التجارة والصدق والإخلاص. لحم كتافي من هالرجال. أي علمتك الصدق نعم لكن طلعت شذاب. شو دمك مهضوم يا غافان؟ بس لا تكون زعلان مني انت خيرك على راسي. ليش ازعل؟ الرزق على الله يا اخوي. طيب انا اخذت الدكان المقابل دكانك علشان اتبارك بوجودي جنبك. اللي اقول استاذ غافان؟ انا مو بستاذ انا غافان. ما عليه بسألك الحطب هذا ايش حق مكود قدام الدكان؟ ها الله يسلم. اشترى هذا الحطب تدرين يعني انه موسم برد والمواطنين يتعايزون يسيرونه يحطبون فيشوفون من بيضة مقشرة زاهبة مثل ما تقولين. يعني انت جايب الحطب هاد عشان تبيعه؟ ايه ولا شو رايك؟ لا المشروع زين. طيب دعين الله يوفقنا. يعلم بين الدامع والسامع. شو؟ Thank you.
أنا كذاب، هذا نفس التمر اللي عندك هناك، هذا برحي، نغال، خنازي، كله موجود عندي أنا. يا أخي شو دخلك؟ شو دخلني؟ أنت كذاب. خي في جهات معنية هي اللي بتحاسبني. أنا بحاسبك، أنا بشتكي عليك. أنا لما ما اشتكي عليك بقول تعال شوف اللي نسوي هذا. بس يا ريال بس إيلس أذيتنا، إيلس يا خافار كل يوم سوي لنا مشكلة، إيلس بارك الله فيك. اشتباه مناش بالإيلس الله يهديك. خلنا. أنا اللي جبت المصايب كلها هذه وحقتها فوق راسي، لو مكنسلني كان أحسن. ما علي، هدي أعصابك يا نسيب الله يهديك، بس عاد تبغي الصدق طالع البضاعة اللي عندك، مو مرتبي يا أخوي. لكن شوف هناك اللي عنطوني من حلاوته ودك تاكل حتى هذا مزينة تاكله. أنا يا ريال اللي قهرني كل ما سوي مشروع يسوي مثلي، كل ما سوي مشروع يسوي مثلي، ويشترون من عنده ويخلون بضاعتي. ترى قلنا لك خلي التجارة لهلها. الحين هذي لهلها؟ أنا خافك أنت ومبرقع مشاركينه. ها، هذه دعوة حق منتدى لدعم المشاريع الصغيرة. زين، خلينا نسير. شوف، مسوي لشان مكبرين راسه ما يدرون بأنه نصاب. تراك ذيتنا غفان، نحن جايين هنا نستفيد، انت استبابه، خلي ولي عنك الله يهديك. أيتها السيدات والسادة، نعلم بحرصكم الدائم على الحضور لهذا المنتدى الاقتصادي رغم مشاغلكم الكثيرة، ولكي لا نطيل عليكم حفاظا على وقتكم الثمين، سوف يتحدث الخبير الاقتصادي لمدة نصف ساعة فقط، وبعدها ننتقل إلى الجلسة المفتوحة لجميع التجار للتعرف على بعضهم والاستفادة من خبراتهم. زين، وحطوه خبير نستفيد منه. معلوم الله يهديك، الخبراء هذيل مهمين، احيانا يعطونك افكار غايبه عنك ما تدري عنها. فليتفضل الخبير الاقتصادي طوني نخله. طوني نخله بعد ما تستوى خبير. اسكت يا ريال اسكت. طوني نخله ما تستوى خبير. طوني نخله ما تستوى خبير. أستاذ غفان، ممكن كلمة لو سمحت؟ شو سلمت بعد؟ هذا متسوى خبير. أي ما يخالف، أبيك ضروري برا. تعال. مساء الخير على الجميع. بداية استوى خبير من عينه. يا أستاذ غفان، اللي قاعد تسويه في المعرض ما يوز، أنت قاعد تحارب شخص كان ربيعك يوم والأيام ويشتغل عندك. ما بربيعي ولا شيء، بس أنا بسأل سؤال. تفضل. أنت مواطنة وتعرفي أن هذا قص على الناس ومو بخبير، يعني ما تهمش الإمارات. أنت مواطنة. من يقول؟ أنا مش إماراتية. شو؟ إيش حق لابسة برقعنا وعباتنا وشيلتنا؟ عيبتني برقعنا وعباتنا وشيلتنا. اللي يسمعك الحين يقول انكم مسجلينها في الملكية الفكرية الخاصة ولا في منظمة اليونسكو. والله الناس قوية. انت من اي بلد؟ شو بدك فيني؟ انت حتتجوزني ولا حتنسبني؟ ولا بفكر. عيل خلنا في موضوعنا. ما بيننا موضوع. انت طلعتي من قوم طوني. الا على سيرة طوني، أنت تعرف منو كافلنا؟ منو؟ سير لو بيخبرك. ما علي يا طوني، باكر بفاجئكم مشروع، لو يطلع يدك من قبرة ما تقدر تنافسني فيه. غفان، شو تسوي بارك الله فيك؟ ألقط بعر سماد خالي من الكيماوي، نظيف وآمن 100% ومفيد للمحاصيل الزراعية. هذا وصلتوا له؟
أيتها السيدات والسادة، نعلم بحرصكم الدائم على الحضور لهذا المنتدى الاقتصادي رغم مشاغلكم. يلا. ما شاء الله. أقول نسيت شو هالسالفة هذه؟ كوارتين فواكه ودنيا وخضرة، خير إن شاء الله خير. مغير النشاط. ليش؟ ليش؟ أنا طالع؟ والله أنا قلت روح ها. ما شاء الله ما شاء الله، شو السالفة النسيب؟ أشوف كراتين فواكه خير، إيش حقها الكثر؟ أخوي نغير المشروع. ها؟ غير المشروع؟ شو أستاذ هذا؟ نشاط. يوم بغيت تطريل هذاك يا ذهب العصا مو بهاي. شوف شوف شو قايل؟ يا بنا عند العزبة قلت بخليه في الدكان كذا كم يوم مشان يرتب أموري، ترى طلع خدية. طلع خدية؟ أنت خبلة. أنا خبلة. أنت مينوه. تعال انت، ما ابوك ما فيجن؟ ايه ابوك فيجن. زين بصل، اقول لك كان وصل ما حصل، كان من رويد عويد. زين زين زين. متى ما اكل اخوش؟ وحليلي يوحان يوحان. وزين ولا مو بزين؟ مو طايع ابوك، مو طايع ابوك.